حاجات بيتخيلها الأجانب عن العرب. أول ما تقول لهم إن أنت مصري يقولك أوه أنا عارف المصريين دول ساكنين في اه الأهرامات، بصراحة انا واخد هرم ايجار جديد في التجمع الخامس. وبيفتكروا برضه إن دول الخليج كلها صحراء وبيناموا في خيام، بس أول ما بيجوا دبي بيعرفوا إن خيالهم ونظرهم كان ضعيف ومحتاج نضارة. وبيفتكروا برضه إن العراقيين كلهم نكديين وحزينين و24 ساعة بيعيطوا. سو بس كده، فعليا ايه اسم خالتك الكبيرة وبس، باي.